نحن بصراحة لسنا ضد اليهود، لا، اليهود المسيحيون المسلمون بالنسبة لنا سواء. بالنسبة للقدس الشرقية نقول القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وبينهما نوع من التعاون. أما الأماكن المقدسة فتبقى مفتوحة أمام الأديان الثلاثة في كل وقت، ولا يجوز منع أي إنسان مسيحي يهودي مسلم من الذهاب إلى القيام بطقوسه الدينية.